أهلا وسهلا فيكم أصدقائي، رجعنا لكم أنا وريمبو، تحديات جديدة، أسئلة جديدة، مفاجآت جديدة، وكل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتشاركوني كل اتصالاتكم، تخبروني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس لتكونوا نجوم الأسبوع من بين الرابحين. أصدقائي، هديتنا لهذا الأسبوع هي عبارة عن فاوتشر مقدمة من وندر باص، الباص العجيب لعائلة مكونة من 4 أشخاص، وهي رحلة للاستمتاع بالمغامرات البرمائية ونقطة الانطلاق والعودة من مركز برج مال الموجود بإمارة دبي. كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتتصلوا فينا. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول نبات محلي بري يوجد في أغلب إمارات الدولة من نباتات البراري الصحراوية والشبه الصحراوية، حيث يقبل عليه النحل بشكل كثيف جدا. يعتبر من الشجيرات المعمرة ويستعمل في الطب الشعبي، حيث توضع أوراقه المطحونة مكان لدغة الأفعى والعقرب، ولا يصلح لرعي الإبل والغنم. ما هو النبات الصحراوي في دولة الإمارات والذي يستعمل لعلاج لدغة الأفعى والعقرب؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، اللون البرتقالي كان بيقول نبات محلي بري يوجد في أغلب إمارات الدولة من نباتات البراري الصحراوية وشبه الصحراوية، حيث يقبل عليه النحل بشكل كثيف جدا، ويعتبر من الشجيرات المعمرة ويستعمل في الطب الشعبي، حيث توضع أوراقه المطحونة مكان لدغة الأفعى والعقرب، ولا يصلح لرعي الإبل والغنم. ما هو النبات الصحراوي في دولة الإمارات والذي يستعمل لعلاج لدغة الأفعى والعقرب؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلاً أهلاً، كيفك يا صديقتي؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله تمام. كيف كانت النيو يير؟ انبسطتوا؟ انبسطنا الحمد لله. خبريني حليمة، عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ السدر. يعني أكيد السمر. أكيد أكيد. طب أعطيك شوية وقت. أوكي. شكراً لك يا صديقتي، شكراً لمشاركتك الدائمة معنا. أصدقائي، شاركتنا حليمة وعطتني أكثر من إجابة، صح أو خطأ أكيد رح نقدر نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. هلأ كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، إذا ما كنتوا عارفين الجواب بتقدروا تسألوا الموجودين معكم، وكمان تقدروا تسألوا جوجل. رح أرجع أكرر عليكم، اللون البرتقالي كان بيقول نبات محلي بري يوجد في أغلب إمارات الدولة من نباتات البراري الصحراوية وشبه الصحراوية، حيث يقبل عليه النحل بشكل كثيف جداً. يعتبر من الشجيرات المعمرة ويستعمل في الطب الشعبي، حيث توضع أوراقه المطحونة مكان لدغة الأفعى والعقرب، ولا يصلح لرعي الإبل والغنم. ما هو النبات الصحراوي في دولة الإمارات والذي يستعمل لعلاج لدغة الأفعى والعقرب؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. حليمة، إذا ما كنت كتير متأكدة مثل ما بتعرفي، دائما بتقدر أكيد تستعيني بجوجل اللي رح يعطيكم إن شاء الله الجواب الصحيح. أنتوا بس ركزوا على المعلومات اللي لازم تاخدوها أو لازم تكتبوها لجوجل لحتى يعطيكم جواب أقرب للإجابة الصحيحة أو الإجابة الصحيحة إن شاء الله. فكروا كتير منيح أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم وتواصلوا معنا من خلال الاتصال على الرقم الموجود قدامكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر لتكونوا نجوم الأسبوع ومن بين الرابحين معنا. كتبوا اتصالاتكم أصدقائي، السحب رح يكون نهار الخميس مثل ما عودناكم دائما، وبعد غيبة طويلة لريمبو لازم تكونوا كتير متحمسين، وجائزتنا هذا الأسبوع كتير حلوة ومميزة، لهيك فكروا منيح، اطلبوا المساعدة أو اسألوا الموجودين معكم. تذكروا كمان ممكن تكون هاي المعلومة مرقة معكم مثلا بالمدرسة. أنا رح أرجع أكرر عليكم شوية معلومات ممكن تساعدكم بالبحث. نبات محلي بري يوجد في أغلب إمارات الدولة من نباتات البراري الصحراوية وشبه الصحراوية، حيث يقبل عليه النحل بشكل كثيف جدا. يعتبر من الشجيرات المعمرة ويستعمل في الطب الشعبي، حيث توضع أوراقه المطحونة مكان لدغة الأفعى والعقرب، ولا يصلح لرعي الإبل والغنم.
ما هو النبات الصحراوي في دولة الإمارات والذي يستعمل لعلاج لدغة الأفعى والعقرب؟ فكروا كثير منيح يا أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم، أكيد تقدروا تتواصلوا معنا من خلال الاتصال على الرقم الموجود قدامكم على الشاشة. رح أذكركم كل ما اتصلتوا أكثر كل ما كان عندكم فرصة أكبر لتدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين ونجوم الأسبوع. عم بستنى أكيد مشاركة صديقتي عذيبة وكل الشلة، كمان نور وفرح وشام وليام جنار، أصدقائنا اللي تواصلوا معنا من إمارة عجمان، مين كمان؟ فرح ولينا وحمزة، مين كمان؟ كل الأصدقاء اللي بيتواصلوا معنا أنا وريمبو أكيد عم نستناكم. كتبوا اتصالاتكم أصدقائي، رح ينتهي الوقت أو وصلنا لنهاية الوقت، كتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم. رح أذكركم يا أصدقائي إنه هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن فاوتشر مقدمة من ويندر باص، الباص العجيب لعائلة مكونة من 4 أشخاص، وهي رحلة للاستمتاع بالمغامرات البرمائية ونقطة الانطلاق والعودة من مركز برج مال الموجود بإمارة دبي. يا ترى مين رح يكون نجم الأسبوع ومين اللي رح يربح معنا هالرحلة المميزة؟ أكيد رح نعرف نهار الخميس، لهيك لسنا عندكم شوية وقت اليوم ونهار الثلاثة لحتى تشاركوني كل إجاباتكم. تتصلوا فينا أكثر، كتبوا اتصالاتكم، وإذا ما كنتوا عارفين الجواب بتقدروا تطلبوا المساعدة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ رنيم. اهلا وسهلا فيكي رنيم، كل عام وانتي بخير. وانتي بألف خير. خبريني يا صديقتي، عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ الحمد لله. في جواب ثاني مثلا ببالك ولا لا؟ لا. طيب انا رح اخذ اجابتك، لسه معنا شوية وقت، إذا بتحبي تفكري منيح وتشوفي شو الجواب. شكرا لك رنيم. يا ترى مين غير حليمة ورنيم رح يحاولوا؟ للأسف أصدقائي بدأ العد التنازل الخاص بهذا السؤال ورح ينتهي الوقت. وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو النبات الصحراوي في دولة الإمارات والذي يستعمل لعلاج لدغة الأفعى والعقرب؟ والجواب للأسف نبات الرمراب. أنا كتير آسفة، بس أكيد أصدقائي لسه عندكم فرص لحتى تشاركونا، وأسئلة تانية بتقدروا تتصلوا وتشاركوا، لهيك رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البنفسجي، وهاللون بيقول من أقدم المولات الموجودة في إمارة رأس الخيمة ويعتبر الأكثر شعبية على الإطلاق. افتتح في سبتمبر عام 2000، يطل بواجهته على الكورنيش من جانب واحد في منطقة النخيل، مما يجعله إحدى أهم وجهات السياحة في رأس الخيمة. ما هو اسم أقدم المولات الموجودة في إمارة رأس الخيمة؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول من أقدم المولات الموجودة في إمارة رأس الخيمة ويعتبر الأكثر شعبية على الإطلاق. افتتح في سبتمبر عام 2000، يطل بواجهته على الكورنيش من جانب واحد، يقع في منطقة النخيل، مما يجعله إحدى أهم وجهات السياحة في إمارة رأس الخيمة. ما هو اسم أقدم المولات الموجودة في إمارة رأس الخيمة؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. الو، شكلهم قطع الاتصال يا اصدقائي، صديقي او صديقتي اللي كنتوا عم تجربوا تتواصلوا معنا. اكيد انا وريمبو لسه عم نستناكم وعم نستنى مشاركاتكم. خبروني اصدقائي شو اسم اقدم مول موجود باماره راس الخيمه، خبروني كمان اذا زرتوه او لا، وحكوا لي هيك شويه قصص وتفاصيل تتذكروها من زيارتكم للمول. مين رح يكون اول الاصدقاء المشاركين؟ رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ مين معي؟ الو الو. احمد. اهلا وسهلا فيك احمد، كيفك اليوم؟ منيح؟ الحمد لله. خبرني عرفت شو الجواب؟ منار مول. اوكي، طيب احمد زرت هذا المول من قبل ولا لا؟ لا.
زرته. شكرا لك يا صديقي، اخذت اجابتك المناري مول، ان شاء الله تكون صحيحه وتقدر تكون نجم الاسبوع من بين الرابحين. معنا اتصال جديد وبنقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ يارا. اهلا وسهلا فيك يارا، كل عام وانت بخير. وانت بخير يارا. خبريني، عرفتي شو الجواب؟ شو؟ المنار مول. كمان انت زرتيه ولا لا؟ ما بتذكر. ما بتتذكري. طيب شكرا لك يا صديقتي، رح اخذ اجابتك ان شاء الله تكون صحيحه وتقدري تكوني نجمه الاسبوع من بين الرابحين. مين لسه من الاصدقاء رح يشاركونا؟ شاركونا احمد ويارا وكانت اجاباتهم المنار مول. يا ترى يا اصدقائي صح او خطا؟ اكيد رح نعرف بنهايه الوقت المخصص لهذا السؤال. هلا كل اللي عليكم وكل المطلوب منكم تفكروا كثير منيح، تشاركوني اجاباتكم، تتصلوا فينا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم وتخبروني شو اسم أقدم مول موجود بإمارة رأس الخيمة. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو، أهلا وسهلا حليمة، خبريني عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ منار مول. زرتي ولا لا؟ لا. طب كيف عرفتي؟ عرفت عن عم جوجل. يا سلام، شكرا للعم جوجل. خبريني حليمة، فاطمة رح تشارك؟ إيه. يلا تمام. الو الو فاطمه. الو، مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، كل عام وانت بخير. انا منيحه الحمد لله. بخير. خبريني فاطمه، عرفتي شو الجواب؟ منار مول. اكيد ولا لا؟ مليون اكيد. يا سلام، مليون شكرا لمشاركاتكم حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه وتقدروا تكونوا نجوم الاسبوع ومن بين الرابحين. اتصال جديد وبنقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ أحمد. أهلا وسهلا أحمد، أول مرة بتشارك معنا ولا مشارك من قبل؟ المنار. طب ما رح تخبرني إذا مشارك معنا من قبل ولا لا؟ هي مشارك أنا. طب ذكرني من أي إمارة عم تحكي معنا؟ من الفجيرة عم تحكينا؟ فجيرة. اهلا وسهلا فيك صديقي. طيب ما عليك تعيد لي الجواب اخر مره. شو؟ المنار. شكرا لك صديقي احمد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه، المنار مول. شاركونا مجموعه من الاصدقاء وكل اجاباتهم كانت المنار مول، يا ترى صح او خطا؟ اكيد رح نعرف بنهايه الوقت، بس هلا رح ناخذ اتصال ونقول الو. الو. رنيم صح؟ ايه. اهلا وسهلا، خبريني رنيم عرفتي شو الجواب؟ ايه. المنار مول. زرتي من قبل ولا ولا مرة؟ لا ولا مرة. اوكي، شكرا لمشاركتك رنيم، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحة ولازم تزوري هذا المول لأنه كثير حلو. شكرا لمشاركتك معنا يا صديقتي. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح أصدقائي، كتفوا اتصالاتكم وشاركوني كل إجاباتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم. شو اسم أقدم مول موجود بإمارة رأس الخيمة؟ أكيد أنا وياكم رح نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال، لكن لسه معنا شوية وقت بنقدر من خلاله نتواصل مع ريمبو ونحكي شو الجواب. رح ارجع اكرر عليكم شوية معلومات بتقول من أقدم المولات الموجودة في إمارة رأس الخيمة ويعتبر الأكثر شعبية على الإطلاق، افتتح في سبتمبر عام 2000 ويطل بواجهته على الكورنيش من جانب واحد، يقع في منطقة النخيل مما يجعله إحدى أهم وجهات السياحة في إمارة رأس الخيمة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كثير منيح أصدقائي ورح اتصلوا فينا قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال. هذا السؤال كثير سهل وكثير من الأصدقاء شاركوا معنا وعطونا الإجابات، يعني إذا ما كنتوا كثير متأكدين من إجاباتكم بتقدروا هيك تسرقوا الإجابات من باقي الأصدقاء اللي شاركونا لحتى تكونوا من بين الرابحين معنا وتقدروا تدخلوا السحب نهار الخميس لتربحوا جائزة كثير قيمة ومميزة. ما هو اسم أقدم المولات الموجودة في إمارة رأس الخيمة؟ للأسف يا أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال. رنين كانت آخر الأصدقاء المشاركين وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو اسم أقدم المولات الموجودة في إمارة رأس الخيمة؟ والجواب أكيد صح، المنار مول. ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. أصدقائي ريمبو لسه مخبي تحديات بس بعد هذا البيك.
ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتشاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. رح أذكركم أصدقائي هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن فاوتشر مقدم من وندر باص، الباص العجيب لعائلة مكونة من 4 أشخاص، وهي رحلة للاستمتاع بالمغامرات البرمائية ونقطة الانطلاق والعودة من مركز برج مال الموجود بإمارة دبي. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريم. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول مدار أو خط جنوبي من خطوط العرض الخمسة الرئيسية التي تظهر في خريطة الأرض، يقع جنوب خط الاستواء وهو أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبي. يقطع مجموعة من الدول أهمها الأرجنتين وتشيلي والبرازيل وبرغواي في أمريكا الجنوبية وناميبيا جنوب أفريقيا وبوتسوانا ومدغشقر وموزمبيق في أفريقيا، كما يمر أيضا عبر أوساط أستراليا. ما هو اسم الخط الوهمي الجنوبي الذي يعتبر أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبية؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، ريمبو كان بيقول مدار أو خط جنوبي من خطوط العرض الخمسة الرئيسية التي تظهر في خريطة الأرض، يقع جنوب خط الاستواء وهو أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبي. يقطع مجموعة من الدول أهمها الأرجنتين وتشيلي والبرازيل وبرغواي في أمريكا الجنوبية وناميبيا وجنوب أفريقيا وبوتسوانا ومدغشقر وموزمبيق في أفريقيا، كما يمر أيضا عبر أوساط أستراليا. ما هو اسم الخط الوهمي الجنوبي الذي يعتبر أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبية؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ أحمد. أهلا وسهلا فيك أحمد من جديد، خبرني قدرت تعرف شو الجواب؟ جواب مدار الجدي. طب قلي أحمد كيف عرفت، حدا ساعدك؟ ماما. الله يخلي لك الماما، شكرا لمشاركتك صديقي أحمد، أخذت إجابتك مدار الجدي. يا ترى يا أصدقائي جواب أحمد صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. هلأ كل المطلوب منكم أنه تفكروا كتير منيح وتشاركوني كل إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة تقدروا تدخلوا السحب. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 أهلا أهلا حليمة، خبريني عرفتي شو الجواب؟ أيه. شو؟ مدار الجديد. مساعدة ولا بدون؟ بدون أعرف. سلام. يا سلام، شكرا لمشاركتك صديقتي. فاطمة كمان رح تشارك؟ ايه نوار. نعم. تلميل على الدعاء. اوكي بيوصل. فاطمة. الو. اهلا اهلا، خبريني يا صديقتي عرفتي شو الجواب؟ مدار الجديد. اكيد ليون. أكيد. شكرا لكم صديقاتي حليمة وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. اتصال جديد ومنقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك أحمد، خبرني عرفت شو الجواب؟ شو يا صديقي؟ أوكي. في حدا ساعدك؟ شو؟ الله يحفظها، شكرا لمشاركتك صديقي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدر تكون من بين الرابحين معنا. اتصال جديد ومنقول الو. الو. اهلا وسهلا رنيم، خبريني شو الجواب؟ مدار الجدي. طب كيف عرفتي؟ اخذناه بالمدرسه. يا سلام، شكرا لك يا صديقتي المجتهده رنيم. مدار الجدي يا ترى اصدقائي صح او خطا؟ اكيد رح نعرف بنهايه الوقت المخصص لهذا السؤال. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم لحتى تزيد فرصتكم تقدر تدخلوا السحب نهار الخميس وتكونوا من بين الرابحين. ما هو اسم الخط الوهمي الجنوبي الذي يعتبر أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبية؟ مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ هيك فكروا كتير منيح، يكونوا مثلا مثل رنيم مرقت معهم هاي المعلومة من قبل، أو حتى يطلبوا
المساعدة مثل صديقنا أحمد وأحمد كمان طلبوا المساعدة من أمهاتهم. مين لسه من الأصدقاء أو حتى حليمة اللي بتعرف الجواب لحالها؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، أكيد كمان بتقدروا تسألوا جوجل اللي أكيد رح يعطيكم الجواب الصحيح. مين من الأصدقاء رح يشاركونا؟ كتفوا اتصالاتكم، وتذكروا كل ما تواصلتوا معنا أكتر كل ما زادت فرصتكم لتدخلوا معنا السحب نهار الخميس وتربحوا رحلة برمائية تنطلق من برج مال الموجود بإمارة دبي. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ استغلوا الوقت يا أصدقائي قبل ما ينتهي، كتفوا اتصالاتكم وشاركوني كل إجاباتكم. يلا يا أصدقائي شاركونا مجموعة من الأصدقاء وكانت إجاباتهم مدار الجدي، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت المحدد لهذا السؤال. رح أرجع كرر عليكم أصدقائي شوية معلومات بتقول: مدار أو خط جنوبي من خطوط العرض الخمسة الرئيسية التي تظهر في خريطة الأرض، يقع جنوب خط الاستواء وهو أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبي، يقطع مجموعة من الدول أهمها الأرجنتين وتشيلي والبرازيل وباراغواي في أمريكا الجنوبية وناميبيا وجنوب أفريقيا وبوتسوانا ومدغشقر وموزمبيق في أفريقيا، كما يمر أيضا عبر أوساط آسيا. شو اسم هذا المدار يا أصدقائي؟ فكروا كتير منيح، كتفوا اتصالاتكم قبل ما ينتهي الوقت المخصص لهذا السؤال. شاركونا مجموعة من الأصدقاء وكانت إجاباتهم مدار الجدي، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت. فكروا كتير منيح أصدقائي، ما ضل معنا وقت كتير، لهيك لحقوا بسرعة اتصلوا فينا، شاركوني إجاباتكم وخبروني إذا قدرتوا تعرفوا اسم الخط الوهمي الجنوبي الذي يعتبر أقصى حد تصله أشعة الشمس. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ يارا. أهلا وسهلا يارا من جديد، خبريني عرفتي شو الجواب؟ آه. شو؟ مدار الجدي. أكيد أكيد. شكرا لك يارا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. أنت كنت آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. بدأ العد التنازلي أصدقائي ورح ينتهي الوقت. سؤالنا كان بيقول: ما هو اسم الخط الوهمي الجنوبي الذي يعتبر أقصى حد تصله أشعة الشمس عمودية في نصف الكرة الجنوبية؟ والجواب أكيد صح، مدار الجدي. ألف مبروك لكل الأصدقاء المجتهدين اللي شاركونا. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول نبدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول: جبل يطل على مدينة دمشق في سوريا، والذي يعتبر امتداداً جغرافياً للسلاسل الجبلية السورية الغربية. يعتبر هذا الجبل أحد أماكن التنزه والترفيه، وذلك بسبب الإطلالة الساحرة له، حيث يمكن مشاهدة مدينة دمشق بالكامل منه، كما أنه يضم قبتين تاريخيتين هما قبة السيار وقبة النصر. ما هو اسم الجبل الذي يطل على مدينة دمشق بالكامل ويحتوي على أماكن للتنزه والترفيه؟ رح أرجع كرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول: جبل يطل على مدينة دمشق في سوريا، والذي يعتبر امتداداً جغرافياً للسلاسل الجبلية السورية الغربية. يعتبر هذا الجبل أحد أماكن التنزه والترفيه، وذلك بسبب الإطلالة الساحرة له، حيث يمكن مشاهدة مدينة دمشق بالكامل منه، كما أنه يضم قبتين تاريخيتين هما قبة السيار وقبة النصر. ما هو اسم الجبل الذي يطل على مدينة دمشق بالكامل ويحتوي على أماكن للتنزه والترفيه؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو، أهلا أهلا يا صديقتي، خبريني عرفتي شو الجواب؟ إن شاء الله يكون هو. أوكي، إلي لشو؟ قاسيون. أوكي، طب كيف عرفتي؟ أنا لحالي. يا سلام يا سلام. أوكي حليمة، فاطمة رح تشارك؟ إيه. ألو. عفوا، أهلا وسهلا فاطمة. صحة صحة على قلبك، خبريني عرفتي شو الجواب؟ جبل قاسيون. أكيد.
ليون أكيد. يا سلام، شكرا لمشاركاتكم حليمة وفاطمة، أخذت إجاباتكم. جبل قاسيون، يا ترى يا أصدقائي جواب حليمة وفاطمة صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. أنتوا هلأ كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح، تشوفوا إذا أنتوا بتعرفوا هاي المعلومة أو لا، أو حتى ممكن إذا بتسألوا أهاليكم أكيد رح يعرفوا الجواب ويساعدوكم، وكمان جوجل اللي رح يعطيكم الجواب الصحيح. مين لسه غير حليمة وفاطمة رح يشاركونا ويتصلوا فينا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، يا ترى جبل قاسيون صح أو خطأ، أو في اسم تاني لهذا الجبل؟ أنا ما بعرف. أنتوا هلأ كل المطلوب منكم تفكروا منيح وتشاركوني كل اتصالاتكم. رح أرجع كرر عليكم سؤالنا، بيقول ما هو اسم الجبل الذي يطل على مدينة دمشق بالكامل ويحتوي على أماكن للتنزه والترفيه؟ فكروا أصدقائي كتير منيح. بدي أذكركم أنه هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن فاوتشر مقدمة من وندر باص، الباص العجيب لعيلة مكونة من 4 أشخاص، وهي رحلة للاستمتاع بالمغامرات البرمائية ونقطة الانطلاق والعودة من مركز برج مال الموجود بإمارة دبي. يا ترى مين رح يكون نجم الأسبوع اللي رح يربح معنا هي الرحلة الممتعة؟ ما بنعرف، بس كل المطلوب منكم هلأ أنه تكتبوا اتصالاتكم، لسه عندكم فرصة اليوم ونهار الثلاثة لحتى تتصلوا فينا وتفكروا كتير منيح، تشاركوني إجاباتكم لحتى تكونوا أنتم نجوم الأسبوع من بين الرابحين وتدخلوا السحب نهار الخميس. يا ترى مين كمان لسه رح يعرف الجواب؟ أصدقائي سؤالنا كتير سهل، شاركونا حليمة وفاطمة وكانت إجاباتهم جبل قاسيون، يا ترى صح أو خطأ؟ رح نعرف بنهاية الوقت. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو، مرحبا رنين. أهلا وسهلا فيكي، خبريني شو الجواب؟ جبال قاسيون. كيف عرفتي؟ ماما. ماما، الله يخلي لك الماما، وشكرا لمشاركتك رنين، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. يعني هلا صار عندنا حليمه وفاطمه ورنين قالوا انه الجواب جبل قاسيون، يا ترى يا اصدقائي صح او خطا؟ اكيد رح نعرف بنهايه الوقت. انتم كل المطلوب منكم فكروا كثير منيح وتشاركوني كل اجاباتكم. رح كرر عليكم شويه معلومات، بتقول جبل يطل على مدينه دمشق في سوريا والذي يعتبر امتدادا جغرافيا للسلاسل الجبلية السورية الغربية. يعتبر هذا الجبل أحد أهم أماكن التنزه والترفيه، وذلك بسبب الإطلالة الساحرة له، حيث يمكن مشاهدة مدينة دمشق بالكامل منه، كما أنه يضم قبتين تاريخيتين هما قبة السيار وقبة النصر. ما هو اسم الجبل الذي يطل على مدينة دمشق بالكامل ويحتوي على أماكن للتنزه والترفيه؟ مين لسه غير حليمة وفاطمة ورنيم رح يعرفوا الجواب؟ أصدقائي أنا ورينبو عم نستنى مشاركاتكم، أكيد كمان عم نستنى حمزة فرح ولينا لحتى يشاركونا. اتصال جديد وبنقول ألو. ألو، يارا. صح. أهلا وسهلا، خبريني يارا، عرفتي شو الجواب؟ آه. شو؟ جبل قاسيون. طب كيف عرفتي؟ لحالك. يا سلام، شكرا لمشاركتك يارا، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه وتقدري تكوني نجمه الاسبوع من بين الرابحين. اصدقائي فكروا كثير منيح، رح يبدا الوقت وصل هيك لنهايته، لهيك بسرعه بسرعه اتصلوا فينا انا ورينبو وخبروني شو اجاباتكم. ما هو اسم الجبل الذي يطل على مدينه دمشق بالكامل ويحتوي على اماكن للتنزه والترفيه؟ يا ترى في حدا لسه هيك رح يلحق بسرعه يتصل فينا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي، وتذكروا كل ما اتصلتوا فينا اكثر كل ما كان عندكم فرصه اكبر تقدروا تدخلوا السحب نهار الخميس لتكونوا من بين الرابحين ونجوم الاسبوع معنا. يلا يا اصدقائي، مين لسه رح يعرف الجواب؟ فكروا كثير منيح، يا ترى يارا رح تكون اخر الاصدقاء المشاركين معنا ولا في حدا هيك رح يلحق بسرعه بنهايه الوقت يتصل فينا ويخبرنا شو جوابه؟ للأسف أصدقائي يارا كانت آخر الأصدقاء المشاركين، بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هو اسم الجبل الذي يطل على مدينة دمشق بالكامل ويحتوي على أماكن للتنزه والترفيه؟ أكيد الجواب جبل قاسيون. ألف مبروك للي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ريمبو لسه مخبي معلومة، بس بعد البريك.
ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم بالجزء الأخير من حلقتنا. لازم أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتشاركوني كل إجاباتكم. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول هي الطاقة الحرارية والضوئية التي تحدث نتيجة التفاعل الكيميائي الذي يصاحبه أكسدة استخدمها الإنسان في قديم العصور للتدفئة والإضاءة والطبخ ومعالجة الأمراض وغيرها. يفترض أنه تم اكتشافها قديما عن طريق حك الأجسام ببعضها البعض. ما هي الطاقة الحرارية التي اكتشفها الإنسان القديم عن طريق احتكاك الأجسام ببعضها البعض؟ مين رح يكون أول أصدقاء المشاركين؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، رح أرجع كرر عليكم. سؤالنا بيقول هي الطاقة الحرارية والضوئية التي تحدث نتيجة التفاعل الكيميائي الذي صاحبه أكسدة استخدمها الإنسان قديم العصور للتدفئة والإضاءة والطبخ ومعالجة الأمراض وغيرها. يفترض أنه تم اكتشافها قديما عن طريق حك الأجسام ببعضها البعض. ما هي الطاقة الحرارية التي اكتشفها الإنسان القديم عن طريق احتكاك الأجسام ببعضها البعض؟ رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا أحمد. صح. ألو أحمد صح؟ إيه. أهلا وسهلا فيك، خبرني شو جوابك؟ حمام. نار؟ إيه. طب اللي كيف عرفت؟ حدا ساعدك؟ ماما. الله يخلي لك الماما، شكرا لمشاركتك أحمد، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا اتصال جديد ونقول ألو. ألو 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 ألو. أهلا أهلا صديقتي، خبريني عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ النار. أكيد ولا لا؟ أكيد. أوكي فاطمة رح تشارك؟ إيه. Good night. Good night. ألو. أهلا أهلا فاطمة. أهلين. خبريني شو جوابك؟ النار. أكيد صح؟ أكيد. يا سلام، شكرا لمشاركاتكم. باي أصدقائي حليم وفاطمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. أكيد أنا وريمبو بنستنى اتصالكم نهار الثلاثة لتشاركوا معنا من جديد. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. بآخر سؤال لحلقتنا لليوم، كتبوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم. اتصال جديد ومنقول ألو. أحمد فيصل. أهلا وسهلا فيك أحمد، خبرني شو جوابك؟ النار. أكيد أكيد. شكرا لك أحمد، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. تذكروا أصدقائي أنه هديتنا هذا الأسبوع هي عبارة عن فاوتشر مقدم من ويندر باص، الباص العجيب لعيلة مكونة من 4 أشخاص، وهي رحلة للاستمتاع بالمغامرات البرمائية ونقطة الانطلاق والعودة من مركز برجمان بإمارة دبي. اتصال جديد ومنقول ألو. رنيم أهلا وسهلا فيكي، خبريني شو جوابك؟ نار. أكيد؟ إيه. حدا ساعدك ولا أنت حالك عرفتي؟ لا ماما ساعدتني. شكرا للماما وشكرا لمشاركتك صديقتي رنيم، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء باقي؟ يارا، ورح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا وسهلا يارا، خبريني شو جوابك؟ النار. أكيد؟ أكيد. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ يا سلام، شكرا لك صديقتي المجتهدة دائما يارا، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم. لسه باقي شوية وقت لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب نهار الخميس لتكونوا من بين الرابحين. يلا يا أصدقائي فكروا كتير منيح، لسه معنا شوية وقت بتقدروا تتصلوا من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم على الشاشة. تصلوا بسرعة إذا ما كنتوا عارفين الجواب، أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم وكمان من جوجل، بس بتوقع السؤال أسهل بكتير من أنه نحكي مع جوجل. أكيد أي حدا من الموجودين معكم رح يعرف شو هو الشيء اللي استخدمه الإنسان في قديم العصور للتدفئة والإضاءة والطبخ ومعالجة الأمراض. السؤال كتير سهل يا أصدقائي، شاركونا مجموعة من الأصدقاء وكانت إجاباتهم النار. يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت المخصص لهذا السؤال. قربت نهاية الوقت، لهيك فكروا بسرعة واتصلوا فينا بسرعة وخبروني شو إجاباتكم.
يا ترى كالعادي رح تكون ياري آخر الأصدقاء المشاركين، ولا في حدا هيك رح يستغل الوقت بسرعة ويتصل فينا ويكون هو آخر الأصدقاء المشاركين معنا لليوم؟ فكروا أصدقائي، رح أرجع كرر عليكم شوية معلومات. بتقول هي الطاقة الحرارية والضوئية التي تحدث نتيجة التفاعل الكيميائي الذي يصاحبه أكسدة، يفترض أنه تم اكتشافها قديما عن طريق حك الأجسام ببعضها البعض. ما هي الطاقة الحرارية التي اكتشفها الإنسان القديم عن طريق احتكاك الأجسام ببعضها البعض؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي لحتى تزيد فرصتكم لتكونوا نجوم الأسبوع معنا وتكونوا معي الأسبوع الجاي لحتى نعرف مين الرابح. يلا يا أصدقائي رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو هو النار. مرحبا، مين معي؟ هو النار. النار؟ طب مين معي؟ شو اسمك؟ لينا. أنا ما عم بقدر اسمعك أبدا. لينا، أوكي. من وين عم تحكينا؟ أنا أخذت إجابتك، خبريني من وين عم تحكينا. لينا. أوكي. لينا. شكرا لك لينا، قدرت اخذ اجابتك النار، انت اخر الاصدقاء المشاركين معنا لليوم. انتهى الوقت اصدقائي، سؤالنا بيقول ما هي الطاقة الحرارية التي اكتشفها الانسان القديم عن طريق احتكاك الاجسام ببعضها؟ والجواب اكيد النار. مبروك لكل اللي شاركوا معنا اصدقائي، بهون بيوصل مشوارنا معكم للنهاية. انا وريمبو رح نقلكم باي باي.